ادي اللعبه والاثنين اللي تحتهم مع بعض، وانطلاق اختراق شق الطريق سدد هوبا الهدف الاول لنادي الزمالك. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام، هدف اول لنادي الزمالك بيحرزه مدافع نادي طلائع الجيش في مرمى. طبعا هي الصوره جايه مع مصطفى فتحي لانه هو صاحب الفضل الاكبر في التسديده، ولكن التسجيل كان من مدافع نادي طلائع الجيش. شوف اللعبه مره ثانيه، ادي الانطلاقه وادي مصطفى فتحي وانطلاقه والتسديده. هنا بقى مدافع طلائع الجيش بيحاول يطلعها، المدافع محمد هاشم مواليد 95، محمد هاشم لسه صغير في السن 20 سنه فقط، لكن هنا بقى خبطت في رجله الثانيه وضرب لخمه وسجل محمد هاشم هدف في مرمى. هدف في الدقيقه 12 من زمن الشوط الاول.